بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه العبارة القول الشارح والحجة قال وما يكتسب به التصور وما يكتسب به التصور، يعني الآلية التي بها نصل إلى التصور. فحدٌ أو ما يشبهه وما يكتسب به التصديق فبرهان، يعني حجةٌ يقينية أو ما يشبهه هي يعني الحجة غير اليقينية. قبل الدخول في تفكيك هذا المتن، أعيد التطبيق السابق. لأني تسرعت في تطبيقه لضيق الوقت كان. اعيد فقط تطبيق على كلام العلم الحلي تحملني خمس دقائق فقط اقول ان كل واحد من التصور والتصديق يقسم التصور والتصديق الى بديهي ونظري يعني عندنا تصور بديهي ونظري وعندنا تصديق بديهي ونظري منه ضروري هنا يعني بديهي لأن يعني عندنا النظر كذلك ضروري نعم الله حي ضروري قضية ضرورية ويقينية لأنها ليس بديهية استدلالية تقول الله عالم وكل عالم حي الله حي ومنه كسبي كسبي يعني في باب التصور تستخدم التعريفات الموصلة إلى التصور في التصديقات تستخدم الاقيسه الاستنباط الاستقراء التمثيل لواحق القياس التي بيناها اذا كنت في اليقينيات سياتي بيانها فالضروري يعني البديهي من التصور ما لا يتوقف على طلب وكسب لا معنى ان تطلب هناك وتكسب لماذا لانك في متن المفهوم بالشهود مثل مفهوم الوجود والكسب ما يقابله، يعني في طلب وكسب، يعني توظف في التصور التعريفات. والضروري من التصديق يعني والبديهي من التصديق ما لا يتوقف الدين في الحكم بالنسبة بالنسبة يعني التي تربط الموضوع والمحمول على غير تصور الطرفين، يعني البديهي التصديقي يكفي لتصور الطرفين الموضوع المحمول وبينت هذه المسألة فيما مضى. والكسب الكسب التصديقي الذي يحتاج إلى طلب بماذا؟ بالأقيسة يعني بالحجج والكسب ما يقابله يعني يحتاج إلى نشاط فكري هذا النشاط الفكري هو الاستدلال يعني الإتيان بالحجج نعم الاستنباط الاستقراء التمثيل إذا كنا في اليقينيات نشوف الاستقراء يفيد اليقين تمثيل يفيد اليقين ومتى يفيد ومتى لا يفيد والمكتسب من كل واحد من هذين يعني من التصور والتصديق يكتسب بالبديهي انظر هنا قال البديهي نعم البديهي اذا هنا يبدا بالاشاره الى المبنائيه فونداسيوناليزم التي بينتها لكم منه يعني التصور لا يمكن ان نصل اليه التصور النظري الا اذا بنينا على تصور بديهي والتصديقات والقضايا التصديقية لا يمكن نصل إليها نظرية طبعا وتصير يقينية إلا على أساس تصديق بديهي أو مما ينتهي إليه في قوس قوس التحليل قوس التحليل تعود من النظر إلى الأصل البديهي تحلل تحلل حتى تصل إلى الأصل قوس التركيب لا تنطلق من البديهي وتزداد المعلومات النظريه هذا هو التركيب تتركب تتركب يعني تزداد هذا قوس التركيب هذا مصطلح ارفاني وينطبق على هذا الباب نعم والمكتسب من كل واحد من هذين يعني من التصور والتصديق يكتسب نعم المكتسب مبتدا يكتسب خبر جمله خبريه بالبديهي منه أو ما ينتهي إليه حسب قوس التركيب التحليل، لأنه لولا ذلك استدلال على على أصل المبنائية، لأنه لولا ذلك لكانت العلوم كلها كسبية، ما كسبية، ثم إذا كانت كسبية كيف؟ كسبي بعد كسبي بعد كسبي. نقع في التسلسل أو كسبي بكسبي وكسبي بكسبي يدور والتسلسل في أنطولوجيا باطنون والدور في أنطولوجيا باطنون وحينئذ يلزم الدور والتسلسل إذا هذا بحث ميتافيزيقي ليس بحثا منطقيا لأن الكاسب إن لم يكن بديهيا الكاسب الذي يورثنا العلم إن لم يكن بديهيا احتاج إلى كاسب آخر يبينه إذا لم يكن بديهيا كان نظريا يحتاج إلى من يبينه ويضيئه فإن كان المكتسب نفس الذي بيناه دار يعني ألف بالنسبة لنا نظري احتجنا إلى ب أضاء ألف ثم ب أضاءه ألف نعم هذا دور، يعني الف اعتمد على باء في الإضاءة تصورية، وباء اعتمد على الف في الإضاءة التصورية، هذا الدور الباطل. أو تقول لا الف اعتمد على باء في الإضاءة، وباء اعتمد على جيم، وجيم على دال، ودال على ميم، ولا تنتهي، يعني الإضاءة غير موجودة. إضاءة لم تتحقق، هذا هو سر بطلان التسلسل والدور. وإن كان غيره يعني غير باء. أضعنا ألف بباء وباء بألف هذا الدور مرة لا نضيء ألف بباء وباء نضيء بجيم جيم نضيء ميم وهكذا لا تنتهي السلسلة وإن كان غيره يعني لسنا في دائرة الدور نقلنا الكلام إلى جيم من يضيء جيم ميم ميم من يضيء ميم عين عين من يضيء لام وهكذا دواليك لكن اللازم يعني الدور باطل والتسلسل باطل لازم اين في القياس الشرط المتصل انظر قياس استثنائي لولا ذلك لكانت العلوم كلها كسبيه وحينئذ يلزم الدور والتسلسل يعني اذا لو كانت العلوم كلها كسبيه لازم الدور والتسلسل بطلان التالي يعني بطلان دور والتسلسل بطلان التالي كل العلوم كسبيه باطل اذا عندنا علوم هي.. هي الاساس فيتاسس الهرم المعرفي. نعم. لكن اللازم ما هو؟ بطلان دور تسلسل في الشرطيه، بطلان تالي يكشف عن بطلان المقدم، ما هو؟ كانت العلوم كلها كسبيه، باطلون. اذا في علوم كسبيه وفي علوم بديهيه. لكن اللازم باطلون، من؟ الباطل دور تسلسل فالملزوم مثله كل العلوم كسبيه باطلون. بعض العلوم كسبيه وبعض العلوم غير كسبيه، يعني بديهيه. تشكلت المبنائيات فون فقد ظهر من ذلك أن من العلوم ما هو بديهي أساس يبنى عليه الصرح المعرفي ولا يجوز أن يكون كلها بديهية نعم وإلا لما جهلنا شيئا ألبت هذا خلف. بعد كل المؤسسات التعليمية تسكر تغلق كل العلوم بديهية بعد ما نحتاج إلى فلسفة إلى فقه إلى أصول إلى تفسير إلى هندسه الى فلك الى حاسوب وهكذا دواليك اذا اتضح لنا الامر وشكرا على صبرك القول الشارح والحجه يعني يبدا يتحدث عن ادوات ادوات المنطق التي توصلنا الى التصور والتي توصلنا الى التصديق خرجنا من التصور والتصديق دخلنا في الادوات المنطقيه يعني في تلك المعايير المنطقيه التي يخضع لها المفكر في صنعه للتصورات والتصديقات ياتي بالمواد المعرفيه يخضعها لتلك المعايير يورثنا التصور والتصديق فتتاسس العلوم النظريه قال وما يكتسب به التصور فحد او ما يشبهه رسم فيقسم التعريف الى تعريف حدي وتعريف رسمي والتعريف الحدي إلى حد تام وحد ناقص والرسم إلى رسم تام ورسم ناقص كلها معقولات ثانية منطقية كما بينا ذلك فيما سبق نعم وما يكتسب به التصديق فبرهان يعني حجة برهانية أو ما يشبهه نعم ما يشبهه هي الأقيسة التي لا تورث اليقين نعم اذا شرع في تفكيك هذه القواعد القواعد المنطقيه أقول لما بين أن كل واحد من التصور والتصديق هذا بحث علمي ينتمي إلى الفلسفة نعم لما بين أن كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى بديهي وكسبي وكان الكسبي من كل منهما يعني من التصور والتصديق إنما يكتسب من غيره إذا ما هي الأداة نعم لاستحالة كون الكاسب الذي هو علة في المعرفة نفس المعلول المكتسب إذا الذي يورثنا التصور غير التصور شيء آخر نعم ذكر كاسب كل واحد منهما فكاسب التصور يسمى قولا شارحان يعني التعريف تسمى الأقوال الشارحة كذلك وهو ينقسم القول الشرح يعني التعريف إلى الحد وهو المؤلف من الذاتيات الذاتيات يعني أنت لم تخرج من مبدأ الهوية إذا كنت في تمام مبدأ الهوية حد تام إذا كنت في أجزاء فقط من مبدأ الهوية في مكونة في مبدأ الهوية غير موجودة هذا حد ناقص إذا خرجت من مبدأ الهوية إلى اللوازم يعني ما يطوف الذات من لوازم التي لا تنفك أنت في الراس نعم نعم وهو ينقسم إلى الحد وهو المؤلف من الذاتيات الذاتيات قد تكون تامة حد تام قد تكون ناقصة حد ناقص وإلى الراس الرسم تروح إلى اللوازم وهو المؤلف من العرضيات أو من القسمين يعني مخلوط الرسم من من الذاتي والعراضي العراضي أحسن هو اللوازم لأن تعريف شيء بغير اللوازم لا لا يفيد شيئا أو من القسمين مثلا تقول الإنسان وهو حيوان متعجب إذا في الرسم القسم الذاتي دائما يكون هو الجنس اكتبها هذه ملحوظة في الرسوم يعني التعريفات الرسمية إذا كان ذاتي مقوم ينتمي إلى مبدأ الهوية فهو يكون الجنس لا يكون الفاصل فلا معنى لي باللازم والفصل موجود إذا غاب الفصل يعني ما وصلنا إلى الفصل نذهب إلى اللوازم هذه خذها يقينية أو من القسمين يعني عندنا ذات مقوم ولازم عرضي هنا يعني ما بعد الذات ما بعد الهوية نعم مرة تأتي باللازم فقط لوحده، مرة لا، تأتي بالجنس الذي هو من صميم الذات مبدأ الهوية والطعام هو بلازم، هذا يسمى الرسم التام. وإلى المثال تعريف بالمثال وهو قول المؤلف لا من الذاتيات ولا من العرضيات. مرة تعرف بالمصداق نعم يفيد صورة شبيهة بالمعرف كقولنا نسبة النفس إلى البدن كنسبة الملك إلى الماء. الملك الى المدينه من حيث التدبير فقط يعني يعطيك بعدا من النسويل بعد التدبير اما حقيقه النفس لا هذا هو الراس نعم والاول هو المعرف الحقيقي يعني الحد الحد واذا كان بتمام بتمام الذاتيات فهو الحد الاعلى والأول يعني الحد التعريف الحدي وهو المعرف الحقيقي المعرف الحقيقي لأنه يفيد معرفة حقيقة الشيء على ما هو عليه إذا التعريف الحقيقي هو الذي يورث ما هي كما تترشح بتمامها من مبدأ الهوية نعم هذا هو التعريف الحقيقي يعني كل الذاتيات موجودة فما هي حاضرة عندك بتمامها نعم والأول من يعني الحد والحد التام الذي بجميع الذاتيات هو المعرف الحقيقي لأنه يفيد معرفة حقيقة الشيء على ما هو عليه بخلاف الباقي يعني إيه الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص فقوله أو ما يشبهه يريد به الرسم الرسم والمثال والتعريف بالمصداق كذلك مسألة واضحة جدا ليست سهلة فقط فقط خليني نكمل المطلب حتى نصل إلى رأس مطلب جديد أبين هذه النقطة وكاسب التصديق يسمى حجة حجة قد تكون استنباطا قد تكون استقراء قد تكون تمثيلا قد تكون من لواحق العقيسة التي درسناها وهو ينقسم إلى القياس وإلى الاستقراء وإلى التمثيل. هنا أكتب القياس الاستنباطي، هو الحقيقة ينقسم إلى استنباط واستقراء وتمثيل. لا ينقسم إلى القياس والاستقراء والتمثيل. لأن في ذهنهم الشريف القياس والاستنباط فيقسمون هذا التقسيم المسامحي في مسامحة. في كتب التراث المسامحة شائعة ومتسعة. نعم. وينقسم يعني الحجة ينقسم إلى استنباط يعني انتقال من الكل إلى الأدنى إلى الجزئي وإلى الاستقراء استقراء الجزئيات ثم مع ضابطة كلية تعطيك قاعدة كلية وإلى التمثيل انتقال من الفرع إلى الأصل لجامعين بينا هذه الأمور والأول هو المفيد لليقين لا حتى الاستقراء يفيد اليقين نعم والباقيان شبيهان به وإليه أشار بقوله أو ما يشبهه البرهان، ما يشبه البرهان في تصور الإعلام الحالي الاستقراء والتمثيل، لا الاستقراء يفيد اليقين. كل الأدلة استقرائية، خصوصا في العلوم التجريبية. التعليم والتعلم، قبل الدخول إلى هذا العنوان أشير إلى نكتة، هذه النكتة جميلة جدا والطالب لا يلتفت إليها، إذا بقيت في ذهنه تبقى آه ظلاما. أريد أضيء هذه المسألة هنا يقول التعريف الموصل إلى التصديق والحجة الموصلة إلى التعريف الموصل إلى التصور والحجة الموصلة للتصديق الحجة لها تجليات استنباط استقراء تمثيل وهو هو. تورث التصديق يعني توصلني إلى الواقع التصور يعطيني فقط تعريف يعطيني التصور مفردات فقط ما يوصلنا الى الواقع، وليس من سنخ التصور انه يضعك في الواقع، وان كان اصله في الواقع، جيد. التعريف الموصل الى التصور. يعني انا الان اريد ان اعرف ماهيه الانسان. ناتي بالتعريف. ما هو جنس الانسان؟ حيوان. ما هو فصله؟ ناطق. فاقول الإنسان وحيوان الناطق. حيوان ناطق، حيوان ناطق تعريف والإنسان عرفنا الإنسان يعني هذه آلية الحيوان والناطق فصحيح يعني الإنسان من أنواع الحيوان التي تدرك الكليات فهمت ماهية الإنسان بعض العلماء المدققين يرفض هذا التعريف يقول الحقيقة الإنسانية أعلى من هذا بكثير وأنا أوافقهم هذه تعريفات صناعية للتعليم فقط بعد الطالب يتلقى في العلوم ويكتشف الحقيقة الإنسانية أنا حقيقة أصلا لا تنتمي للحيوان وإنما الحيوان أرضية فقط لهذه النشأة المهم يقول التعريف الموصل إلى التصور جيد أنا أريد تصور الإنسان جئت بتعريف ما هو حيوان ناطق أين 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 المنطق هنا؟ أين التعريف هنا؟ التعريف عبارة عن ماذا؟ المعايير أنا أخضع لها يعني التعريف ما هو؟ التعريف هو ذلك القانون وذلك المعيار الذي يقول يقول لي يملي علي إملاء واجبي إلزام إذا أردت أن أصل إلى التصور الحقيقي للإنسان يلزمني أني أقدم الجنس هو الحيوان وآتي بالفصل الذي يميزه ويقسمه وهو الناطق إذا التعريف الموصل إلى التصور عندنا هنا بعد منطقي وبعد معرفي البعد المعرفي هو الحيوان الناطق لأن أتحرك في المعرفة أنا أنا لا أتحرك في 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 القواعد المنطقية القواعد المنطقية صارمة سرمدية معيارية حاكمة عليا لا يمكن ان اتدخل فيها انا، لا اثبتها ولا انفيها. اذا التعريف هنا المقصود به اخضاع المعطيات المعطيات العلمية لمعيار التعريف. معيار التعريف ما هو؟ العام يخصص بالخاص. جنس وفصل. ثم ناتي الى المعطيات المعرفية. من اين اعاينها؟ اعاينها ب من الواقع الخارجي أتأمل في هذا الإنسان أجده ذات ذاتاً ليس عرضاً يعني ذات جوهرية ذات ممتدة يعني جوهر نام حساس متحرك بالإرادة ناطق أسميه الحيوان ناطق هذه حقيقته إذاً التعريف معيار أخضع له المعطيات المعرفية التي تورثني التصور إذا التصور حيوان الناطقون تصورت الإنسان بين الإنسان المعرفة التي تورثك التصور إذا إذا قال التعريف الموصل للتصور يعني المعطى المعرفي الخاضع لمعيار المنطقي الذي يورثني التصور الذي لا يخضع للمعيار المنطقي يعطيني تصورا مشوشا خاطئا لاحظت هنا المنطقي لا يدرس الحيوان الناطق ولا نشاطك الفكري ما عنده علاقة بالنشاط الفكري هذا النشاط الفكري يدرس في علم النفس الفلسفي في علم النفس الفلسفي أو علم النفس العقلي تدرسه كواقعية نفسانية المنطقي ما عنده علاقة بفكرك المنطقي يقول عندي قاعدة تريد تعرف الإنسان يجب أن تعرفه بمكوناته الذاتية جنس وفص هو يعطيك الجنس والفصل لا أنت تبحث عن الجنس والفصل إذا التصور الذي هو معرفة يولده تص... معرفة معرفة تولد المعرفة معرفة تولد المعرفة مثال آخر يوضح لك المسألة جيدا لأن يعني هذه الأمور لا توضح للطلاب ويتهون الطالب التائه لا يكون مجتهدا في المادة ولا يب... يبتكر لأن ما عنده موجبات الابتكار من أين ينطلق مسكين؟ مثال آخر أريد أن أثبت هذه القضية الله حي فأبحث في المعطيات المعرفية عند الله تعالى له حيثيات متعددة فاكتشفت بسبب ما بطريقة ما أنه عالم ثم ركزت على العلم ما هو العلم هو ركزتُ في الحياة، الحياة ما هي؟ الحياة هي الدراك، يعني العالم، الدراك الفعال يعني هو يدرك عنده كاشفية وفعال معطاء أكشن هذه هو الحياة آه، إذن الحياة في عمقها لإدراك العلم؟ نعم فنقول الله عالم وكل عالم لا الله نعم ايه نريد نبين نبين العلم، العلم او الحياة. ايه نسيت انا هذه أنا مسائل الهياتية. إيه؟ العلم هو الحياة هو نعم إيه؟ الدراك الفعال. إذا نقول الله عالم، نعم الله حي وكل حي عالم. اريد نبين الحياة. الله حي وكل.. حي عالم لأن الحياة ما هي؟ الدراك الفعال. الدراك منطوي في في الحياة. فقضية تحليلية. يعني كل حي عالم. وكل حي عالم، الله عالم. جيد. إذا أنا وصلت إلى الله عالم. أو الله حي بطريقة أخرى. لا يهم المثال. المهم الآن أبين المسألة. أنا أريد أن أصل إلى تصديق. تصديق نظري يصير عندي يقينا، يقينا نظريا، وهو الله عالم. أقول الله حي وكل حي عالم، الله عالم. جيد، هنا تصديق أورثني تصديق. التصديق الأول هو الله حي، التصديق الثاني هو كل حي عالم، أورثني تصديقا جديدا ما هو؟ الله عالم. إذا المعلوم التصديقي الذي كان مجهولا تصديقيا، من ولده؟ العلم، إلا أن هذا العلم لا يمكن أن يورث التصديق الذي كان نظريا ويصير يقينيا إلا بنظم خاص. المنطقي عنده علاقة بذلك النظم الخاص وهو القياس القياس الاستنباطي هنا القياس الاستنباطي المنطقي يدرس ذلك المعيار ما عنده علاقة ب بالله عالم والله حي وما شبه ذلك ما عنده هذه في العلوم في الإلهيات وبالتالي المنطق لا يعطيك معرفة يعني علم المنطق يعطيك قواعد تخضع لها الخضوع الصحيح تولد المعرفة إذا إذا قال التعريف الموصل إلى التصور التعريف هنا يعني تلك المعطيات المعرفية التي أخذناها مما أخذناها من الواقع طبعا وأخضعناها لماذا؟ لمعايير التعريف تورثنا التصور إذا من يورثنا التصور؟ آمران المعرفة تصورية أو المعرفة التصديقية لما المعرفة تولد المعرفة بنظم خاص يعني إخضاع تلك المعرفة لنظم خاص نعم ذاك النظم الخاص منطق سرمدي حكمة إلهية خالدة تبويبه بالتحليل والتركيب يصبح ماذا؟ علم المنطق إذا ما عندنا تصور وصلنا إليه بالتعريف المنطقي لا بالمعرفة التي أخذناها من الواقع الخارجي غاية الأمر هذه المعرفة تخضع لنظم خاص التعريف أو لنظم خاص والقياس يعني الحجة المنطقي يدرس التعريف خالي عن المعرفة والحجة خالي عن المعرفة فما جيدا هذه المسألة نعم إذا أنت الآن في الفيزياء او في الفلسفه او في علم الاصول او في الفقه او او في الحقول المعرفيه تتصور انت القوالب المنطقيه تولد لك المعرفه ابدا ابدا يجب ان تاتي الى المعطى الفيزيائي المعطى الفلسفي المعطى الاصولي المعطى الفقهي المعطى الفلكي هذه كلها حقائق تصير علميات يعني قضايا معرفيه ثم تخضعها للمعايير هذا معنى التعريف يوصل إلى التصور يعني تلك المعرفة التي خضعت لقوالب التعريف قواعد التعريف حينها تورث التصور الصحيح من المعرفة؟ ليس القالب المنطقي قالب المنطقي صار بدي ليس من شأنه توليد المعرفة ومن هنا قال بعض الأغبياء أن المنطق لا يفيد العلم من قال أن المنطق يفيد العلم؟ خضوع المعرفة للمعايير المنطقية الذي يفيد العلم هذا دليل أنه ما يفهم المنطق أصلا خضوع المعرفة يعني الهندسي يأتي بمعارف هندسية يخضعها للقوالب المنطقية يورث معرفة هندسية المعرفة الفلسفية خاضعة للقوالب المنطقية تورث معرفة فلسفية المعرفة تورث معرفة ليس القواعد المنطقية هي التي تورث المعرفة المعرفة تصورية وتصديقية لا فرق خاضعت لقواعد صرمدية حينها تورثك المعرفة الصحيحة المعرفة تولد المعرفة الصحيحة شرط توليد المعرفة للمعرفة الصحيحة تناغمها مع القواعد المنطقية هذه فهمها جيدا لأنها جميلة جدا جوهرة نعم وصلنا إلى التعليم والتعلم إن شاء الله يأتي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و محمد